من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. بالنسبة إلى الحادث المؤلم والفاجعة المؤلمة التي حدثت قبل ما يقارب من 10 أيام بالتحديد في اليوم 14 من هذا الشهر المعظم شعبان، في جنوب محافظة الجيزة المصرية. هذا الحادث الذي باتفاق الكل كان غير مسبوق في مصر خلال أكثر من نصف قرن، أو لعله خلال أكثر من قرن، أن يقتل عدد من المؤمنين بمرأى ومسمع من الناس جهارا بتلك الطريقة المفجعة. ثم لا تترك أجسامهم، وإنما يصنع بأجسامهم ما صنع. هذا الحادث المؤلم لوقفات عديدة عنده، لكني أترك تلك الوقفات نزولا عند رغبة الكثير من الأصدقاء الذين طلبوا عدم التعرض لها. لكن كلمة لا يسعني أن أتجاوزها دفاعا عن سيدي ومولاي سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله. ودفاعا عن عرضه، أي سمعته النزيهة الشريفة. أبو جهل كان
كان شخصا لا يترك أي عمل قبيح تأمره به نفسه، وكان لا يترك أي كلمة قبيحة تطلبها منه نفسه، كان إنسانا شخصا أجلكم الله جميعا قذرا جدا في عمله، قذرا جدا في كلامه. ما كانت أمامه حواجز تحجبه عن أي عمل، مغرور ومتكبر بأشد حالات التكبر. هذا كشخص. أما موقفه من النبي صلى الله عليه وآله، العبارة التي كتبها العديد من المؤرخين عنه أنه كان أشد الناس عداوة لرسول الله، ليس من أشد الناس. اتهم النبي صلى الله عليه وآله بالتهم بعد أن رأى من النبي صلى الله عليه وآله المعاجز تلو المعاجز. لعله هو أول من اتهم النبي صلى الله عليه وآله بأنه والعياذ بالله والعياذ بالله ساحر، ثم بدأ يسب النبي صلى الله عليه وآله، يشتم النبي صلى الله عليه وآله جهرا، ثم ما اكتفى بذلك صار يسب الله عز وجل. اكتفى أبو جهل عليه لعائن الله بهذا المقدار؟ لا، في أول حرب قامت ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وهي بدر الكبرى اشترك، وهمه الأول والأخير أن يقتل النبي صلى الله عليه وآله. دخل الميدان، إرادة الله عز وجل فوق الإرادات، هو قتل في تلك الغزوة. فلما بلغ الخبر لرسول الله صلى الله عليه وآله سر بذلك، فرح، عدو من أعداء الله. ينقل أن أحد الصحابة جاء إليه وقطع رأسه، ثم صار يجر رأسه في الميدان، فلما نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا المنظر غاضة، فنهى ذلك الصحابي ونهره شخص كافر محارب شهر السيف بوجوهنا، قتلتموه اتركوا جسمه. هذا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى أبي جهل. ولعل نفس هذه القضية تنقل بالنسبة إلى شخص آخر من الكفار المحاربين في تلك الغزوة، أبو جهل، لعلها قضيتان أو قضية واحدة. أبو جهل الذي ورد في الروايات الشريفة، يستفاد من بعض الروايات الشريفة أنه كان أشد كفرا من فرعون. قتلتموه قتلتموه، شهر السيف بوجوهكم، لا تقفوا، هو يريد أن يقتلك أنت أقتله، ولكن أن تصنع بجسمه هذا الصنيع لا. الإسلام هذا.
شخص يسب عائشة، يسب أبا بكر، يسب عمر، أنتم تعتبرونه مجرما، اعتبروا ما شئتم. بناء على اعتباركم لا تحدث عن مبادئنا وتصوراتنا، لا، بناء على اعتباركم، ليس أشد ممن يسب الله عز وجل. ثم الشخص ما حمل سلاحا على أحد، تجاهر برأيه، هذا الشيء مكفول في جميع الدساتير، في جميع القوانين، شخص يتجاهر برأيه. أبو جهل رفع السلاح، أبو جهل جاء قاتل، أبو جهل قتل بعض المؤمنين في غزوة بدر. أبو جهل ما رفع السلاح بوجه مجموعة من المسلمين فقط، لا، رفع السلاح بوجه شخص النبي صلى الله عليه وآله، هدفه قتل شخص النبي الأطهر صلى الله عليه وآله. مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله نهى، حسب هذا النقل، بل نهر، لماذا تصنعون هذا؟ لا أريد أن أقيس بين هؤلاء الشهداء وبين ذلك المجرم، ولكن أريد أن أقول كفاكم، لا أقول كفاكم من دماء الشيعة، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، أقول كفاكم تعرضا لسمعة النبي صلى الله عليه وآله، كفاكم انتهاكا لعرض النبي وعرض النبي سمعته، ذلك النبي الأطهر الأنقى. ذلك النبي الذي لم يكن له نظير في تاريخ الرسل والأنبياء، في نزاهته، في نقاوته. أعلنوا للناس أنكم مشركون بالله عز وجل، أنكم ضد النبي صلى الله عليه وآله، ثم افعلوا ما شئتم. المصيبة العظمى ليست قتل مجموعة من المؤمنين يذهبون إلى أهل البيت، تشملهم شفاعة الإمام الحسين في البرزخ، تشملهم شفاعة أمير المؤمنين في القيامة، هذه ليست مصيبة كبرى، المصيبة مصيبة تشويه سمعة النبي. أتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله، أعلنوا أنكم على طريق آخر، افعلوا ما شئتم. والكلام طويل، أترك الحديث إلى هذا الحد. اليوم الجمعة الأخيرة من شهر شعبان، في مثل هذا اليوم الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهما، كما في الحديث الشريف، يقول لأبي الصلت الهروي رضوان الله تعالى عليه أن يكثر من قراءة دعاء فيما بقي من هذا الشهر. الدعاء هو هذه الكلمات:
أن يكثر الإنسان بقراءة هذه الكلمات فيما بقي من هذا الشهر في الأيام الأخيرة، أن يقول الإنسان ويكرر ذلك: اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. في بعض النسخ كلمة قد غير موجودة، اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. ثم أمر الإمام عليه الصلاة والسلام أبا الصلت الهروي في هذا الحديث الشريف أن يتدارك تقصيره في هذا الشهر. أعمال صالحة تمكن الإنسان منها وتركها يتدارك، العياذ بالله أعمال قبيحة ارتكبها الإنسان في هذا الشهر يتوب منها، يتدارك فيما بقي من هذا الشهر تقصيره. شهر رمضان شهر العمل، صحيح؟ الإنسان يعمل في شهر رمضان أعمال واجبة أعمال مستحبة، ولكن شهر رمضان شهر العمل وشهر العلم أيضا. الأعمال التي يعملها الإنسان من الصالحات من الواجبات والمستحبات أعمال حسنة، ولكن الإنسان يتعلم من هذه الأعمال. يعني ماذا؟ من الأعمال الواجبة في هذا الشهر في شهر رمضان الصيام، الإنسان يصوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام شهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف الأجر لمن يحب أن يصوم شهر رمضان وهو لا يتمكن من الصيام في شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم أجر الصائمين القائمين. نصوم في شهر رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا عمل عظيم واجب محبوب جدا لله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يتعلم من الصيام. الصيام يعطي دروسا كثيرة، أشير إلى واحد: نتعلم من الصيام قاعدة علمية عملية. القاعدة هي: من منع نفسه من المحللات يسهل عليه منع نفسه من المحرمات. هذه قضية، أليست من القضايا التي قياساتها معها، أليست من القضايا الواضحة؟ في الصيام ماذا نصنع؟ نمنع أنفسنا من مجموعة من المفطرات أكثرها محللات. الإنسان يمنع نفسه من شرب الماء، يمنع نفسه من الأكل، يمنع نفسه من الارتماس في الماء، أعمال محللة بذاتها. الإنسان يمنع نفسه منها في حال الصيام. الذي يتمكن أن يمنع نفسه من شرب الماء يكون أقدر على منع نفسه من شرب المحرمات. الذي يمنع نفسه من أكل الطيبات وهي أمامه وهي محللات
فهو أقدر على منع نفسه من أطعمة محرمة. القضية ليست واضحة؟ هذه قاعدة واضحة نتعلمها بل نطبقها في مجالات أخرى. في شهر رمضان نأخذ هذا الدرس بهذه الطريقة، في أشهر أخرى أيضا نطبق نفس هذه القاعدة في رقي النفس. من الذي منا لا يريد أن يقوي نفسه؟ يوجد شخص لا يريد أن يقوي نفسه؟ الشباب والشيوخ كلهم يحبون أن يقووا أنفسهم، أن يقووا سلطتهم على نفوسهم. يوجد شخص مؤمن لا يريد ذلك؟ طريقة سهلة، امنع نفسك من مجموعة من المحللات. إخواني، أحيانا الشخص يمنع نفسه من أشياء يقع في محرمات، أنا لا أتكلم عن ذلك. أحيانا بسبب أعمال الإنسان يترك واجبات، يترك مستحبات، لا ليس الكلام هنا. أعمال مباحة أو لعلها أعمال غير مرغوب فيها، على الأقل مكروهة. في أشهر أخرى جرب، امنع نفسك أسبوعا أسبوعين من هذه الأعمال. ليس من الصعب أن يمنع الإنسان نفسه أسبوعا واحدا أسبوعين من عمل، بعده تجد في نفسك بكل وضوح قوة، سلطة على نفسك. أي فائدة عظيمة هذه؟ إحدى أهم مشاكل الإنسان المؤمن مشكلته مع نفسه. أذكر لكم مثالا، نموذجا واحدا، طبعا هذا النموذج في الإسلام غير موجود. كان في الأديان السابقة شيء عمل، وهو أن الشخص كان يترك التكلم لفترة. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا يسمى بصوم الصمت. الذي يتمكن وهو جالس بين أصدقائه أن لا يتكلم بكلام مباح بطريقة، أو لا يتمكن أن لا يتكلم بالغيبة بطريق، أو لا يتمكن أن يترك الكذب. طبعا هذا الشيء في الإسلام ممنوع، الإسلام لا يشرع لا يجيز صوم الصمت لوجود مضار أكثر من نفع هذا النوع من الصوم. ولكن كلامنا عن مثال الذي يضبط نفسه في شيء محلل هو أقدر على ترك المحرم. الإنسان يطبق هذه القاعدة في شهور أخرى، في موارد أخرى. كل إنسان مؤمن يحب أن يرتقي في مجال، أي شخص في أي مجال، رقيك، قدرتك على نفسك في هذا المجال الذي تحب أنت. الطريق إلى ذلك، إحدى الطرق إلى ذلك، امنع نفسك، تعلم من الصيام، امنع نفسك من ارتكاب، من عمل بعض المباحات أو الأعمال التي تكون مرجوحة غير مرغوب فيها. تتمكن من السلطة على نفسك لمدة أسبوع، لمدة أسبوعين، لمدة عشرة أيام، لمدة 20 يوما. يقسم الإنسان الأشهر على ذلك. الأمر ليس صعبا، جربوا. النبي صلى الله عليه وآله خطب خطبة عظيمة المضامين في يوم على مشارف شهر رمضان. بالتحديد لم يذكر اليوم الذي خطب النبي صلى الله عليه وآله هذه الخطبة، إما في أواخر شهر شعبان أو في أوائل شهر رمضان، هذا لم يذكر في الرواية الشريفة أنه في أي يوم كان.
لعله كان في أول يوم من شهر رمضان أو آخر يوم من شعبان، لعله خطب خطبة. هذه الخطبة، المقاطع الأول من هذه الخطبة مشهورة، لعل المؤمنين سمعوا هذه المقاطع اللطيفة الشريفة المفيدة من الخطباء الكرام. الإنسان هذه الخطبة، الخطبة ليست خطبة مفصلة، من الخطب المختصرة. الإنسان يأخذ هذه الخطبة في هذا اليوم، في يوم الجمعة آخر جمعة من شهر شعبان، أو في هذه الأيام المتبقية في شعبان، يقرأ هذه الخطبة. قراءة مطالعة هذه الخطبة بسرعة لعلها لا تحتاج إلا إلى 5 دقائق، لعلها. الإنسان بشيء من الدقة خلال نصف ساعة، يخصص نصف ساعة في هذه الأيام أن يراجع هذه الخطبة بشيء من الدقة، وأن يعزم على العمل بهذه الخطبة الشريفة في شهر رمضان. ثم الإنسان يطبع هذه الخطبة ولو طباعة عادية، يجعلها في مصلاه، في سجادته، في محل صلاته. في الأسبوع مرة في شهر رمضان يراجع هذه الخطبة، في الجمعة الأخرى أول جمعة من شهر رمضان يراجع الخطبة، كم بالمئة من هذه الخطبة عملت بها؟ 10%، 20%، 30%، 50% إن شاء الله أكثر. جيد، أقرر أعزم على نفسي أنني أعمل بما لم أعمل به، أو أعمل بشكل أفضل، كما أو كيفا. في الجمعة الثانية يراجع، في الجمعة الثالثة يراجع. خطبة لطيفة جميلة مؤثرة. إذا صنعنا ذلك، حسرتنا المؤمن في آخر شهر رمضان يتحسر، هذا شيء طبيعي. حسرتنا في آخر شهر رمضان تكون أقل. بنفس هذه النسبة من المراجعة إلى هذه الخطبة الشريفة اللطيفة المختصرة. أختم كلامي بختام هذه الخطبة الشريفة. النبي صلى الله عليه وآله ختم هذه الخطبة المرتبطة بشهر رمضان بمسك، بل كل الخطبة مسك. ختم هذه الخطبة الشريفة بالولاية بأهل البيت. ما هو ارتباط شهر رمضان بأهل البيت؟ أصلا يوجد شيء في هذا الكون لا يرتبط بأهل البيت؟ من هم أهل البيت؟ أمير المؤمنين، سيدة النساء، الإمام المجتبى، الإمام سيد الشهداء، الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، أهل البيت أبناء الإمام سيد الشهداء عليهم الصلاة والسلام. هذا الشهر مرتبط بأمير المؤمنين أم لا؟ الكل يعرف أهم ليالي في هذا الشهر، ليالي القدر، مرتبطة بأمير المؤمنين، ذكرى استشهاده. أذكر بعدا وإلا القضايا كثيرة. هذا الشهر مرتبط بسيدة النساء نور الصديقة الكبرى صلوات الله عليها. في ليلة القدر في شهر رمضان انتقل إلى رسول الله وإلى السيدة خديجة. هذا الشهر مرتبط بالإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، في النصف من هذا الشهر مولده الشريف. هذا الشهر مرتبط بالمولى سيد الشهداء. ما الذي تتذكر في نهار شهر رمضان؟ عندما يشتد عطشك من الذي تتذكره؟ تتذكر سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام والأقياس، تتذكر أصحابه العطاشة، تتذكر رضيعه العطشان.
شهر رمضان أساسا مرتبط بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أقرأ لكم أختم كلامي بختام هذه الخطبة الشريفة. النبي صلى الله عليه وآله بهذه الكلمات يختم خطبته، يقول صلى الله عليه وآله، يخاطب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول: يا علي، من قتلك فقد قتلني. ومن أبغضك فقد أبغضني. ومن سبك فقد سبني. لأنك مني كنفسي. إخواني، رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقول لأنك كنفسي، لا، أمير المؤمنين هو نفس رسول الله، لا كنفس رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله كأنه يقول: الفاصل بينك وبين نفسي هو الفاصل بين نفسي ونفسي، لأنك مني كنفسي. الكلمة جدا دقيقة، لأنك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي، إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك. وإياك يعني ماذا؟ يعني خلقني وخلقك، خلقني وخلق الأشياء كلها، يعني ماذا وإياك؟ هذه الواو واو معية، يعني خلقني معك، خلقني وإياك، واصطفاني وإياك. متى اصطفاني؟ في نفس الوقت، في نفس الاصطفاء، ليس في وقت واحد اصطفائين، لا، في وقت واحد، في اصطفاء واحد، في اختيار واحد، اختارني واختارك، واصطفاني وإياك، واختارني للنبوة واختارك للإمامة، فمن أنكر إمامتك، إمامتك، ليس الحديث عن من أنكر حبك، لا، حتى لو يحبك، حتى لو يظهر الحب لك، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. إخواني، الكلمة جاءت بالفاء، الفاء للتفريع، لأن الله عز وجل خلقنا معا في خلق واحد، اصطفانا معا في اصطفاء واحد، بصورة طبيعية، الذي ينكر إمامتك ينكر نبوتي، شيء واحد. فمن يرتب النبي صلى الله عليه وآله ما بعد الفاء على ما قبل الفاء، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. يا علي، أنت وصيي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد مماتي وبعد موتي. أمرك أمري ونهيك نهي، شيء واحد. الكلمات، كل كلمة من هذه الكلمات تدل على هذا المعنى. أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه وأمينه على سره، وأمينه على سره وخليفته على عباده. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لصيام شهر رمضان، اللهم وفقنا للقرب منك فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغنا شهر رمضان وما بعده من الأيام والأعوام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، إنك مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر. طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.